السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشرح الكاي سكوير لاتست ريسبونس 2013. هنا لو نفتكر الاكسبيرمنت دي كان بينسرت هنا جروب اوف فروت فلايز او فلايز، تمام، وعندي هنا جلوكوز سوكت كارن ودراي كارن، تمام، والمفروض ان انا بدرس الديستريبيوشن بتاع الفلايز ثرو اوت ذا اكسبيرمنت. وكان جايب لي هنا the results اللي end with the هنا مش كان شايل بقى هنا الايه الجلوكوز سوكت دي، كان حاطط ناحيه فيها بانانا، ماشي، رايب بانانا، وان ذا ميدل ده المكان الفاضي بتاع الانسرشن، والان رايب بانانا في الاند الثانيه. وكان بيدرس الديستريبيوشن اوف فلايز ثرو اوت ذا رومز يعني افتر 10 مينتس، ماشي. Perform a chi-square test on the data for the 10 minutes time point in the banana experiment. We specify the null hypothesis that you are testing and enter the values from the calculation in the table below. طبعا انا عندي هنا table below هنا اهو، المفروض ان انا عندي observed values اللي انا شفتها في الاكسبيرمنت. طب اعمل ايه بقى في اي chi-square؟ المفروض ان انا عندي هنا التوتال كام؟ 12 و 13 يبقى 15، وهنا عندي 45 يبقى 16 individual في الاكسبيرمنت. النال هايبوثيسيس اللي هو بيسال عليه في اي اكسبيرمنت ان انا هريجكت الاكسبيرمنتال ريزلتس بتاعتي، او هقول ان كل حاجه المفروض مثلا لو انا بقول وي ويل ثرو ذا دايس 6 تايمز يبقى المفروض البروبابيليتي بتاعت نمبر 1 هيظهر 1 اوفر 6 ونمبر 2 1 اوفر 6 و 3 اوفر 6 and so on. لو I will flip a coin it will show a tail once and a head another time. فعندي هنا في الاكسبيرمنت انا عندي 60 individuals، فالمفروض ان انا ك expected value يعني ان كل روم من ال 3 rooms هيبقى فيها 20 individuals. اي اكسبيرمنت الاكسبكتد فاليو بتاعتي ان انا بيبقى كل حاجه اتوزعت ايكوالي. كان عندنا هنا برضو في البراكتس تيست بتاع 2020 الاكسبكتد فاليو ان انا عندي 100 انديفيديوال وعندي 4 اوتكمز، يبقى الاكسبكتد بقول ان كل واحده من الاوتكم will be equal to the other. طيب نكمل. دي الاكسبكتد فاليو، عرفنا ان احنا بنملاها ازاي. الاوتكمز بتاعتي بخليها كلها ايكوال. الاوبسيرفد كده كده عندي في الداتا 45 3 and 12. وبعدين بحسب الكاي سكوير ايكويشن، عندي الاوبسيرفد فاليو ماينس الاكسبكتد فاليو سكوير ديفايدد باي الاكسبكتد فاليو، تمام. فعندي هنا 45 ماينس 20 يبقى 25 سكوير ديفايدد باي 20 يطلع لي الرقم ده. الاوبسيرفد برضه عندي هنا الاكسبكتد 3 ماينس 20 يبقى نيجاتيف 17 سكوير ديفايدد باي 20، وعندي هنا برضه 12 ماينس 20 نيجاتيف 8 سكوير 64 ديفايدد باي 20. وبعدين بجيب السبمشن بتاعه كده. انا عملت التيبل بتاعي، تمام. طيب النال هايبوثيسيس، المفروض the flies would be distributed equally through the three regions in the experiment في الـ A في الـ ribbon banana والـ unribbon والـ middle. null hypothesis دايما اللي هو ايه؟ بيبقى زي الـ expected results بتاعتي. طيب ايه الهدف من الـ chi square؟ بشوف انا الـ experiment بتاعتي دي reliable ولا لا. لو الرقم اللي طلع عندي هنا، اروح بقى الاول المفروض اشوف الـ chi square فوق هنا، تمام؟ اشوف الكريتيكال فاليو بتاعتي. بجيب الكريتيكال فاليو منين؟ لو انا عندي دلوقتي في السؤال how many outcomes 1 2 3 3 outcomes، بجيب ازاي الكريتيكال فاليو؟ بروح هنا ببص على الكاي سكوير وبقول ان الكريتيكال فاليو اهو، طبعا مش افيلبل ان انا اكتب، ممكن اكتب كده افضل. الكريتيكال فاليو equals كده the number of outcomes minus 1. فأنا عندي هنا ال number of outcomes، المفروض إن أنا عندي 1 2 3 outcomes، فببص هنا على التيبل عندي 3 outcomes minus 1،
عندي 3 outcomes minus 1 يبقى ايه؟ يبقى 2 ال degree of freedom بتاعتي اللي بتكلم عنها 2. تمام؟ اشوف بقى الايه؟ الكريتيكال فاليو بتاعتي قدام ال 2 عندي الاكيورسي طبعا 0.05 دايما الا لو هو قال لي في الاكسبيرمنت ان انا مثلا الاكيورسي بتاعت الاكسبيرمنت 99.9. لو هنا الطبيعي او النمبر اللي احنا بنستخدمه دايما ان الاكيورسي في الاكسبيرمنت 95.95. تمام؟ فبستخدم انا هنا الديجري اوف فريدم ات 0.5 واقول ان الكريتيكال فاليو بتاعتي تاني عشان ما انتهش equals the number of outcomes minus 1. عندي 3 outcomes في الاكسبيرمنت يبقى بشوف الديجري اوف فريدم عندي 2 لانها 3 minus 1 equals 2 واشوف عندي بقى الايه؟ الكريتيكال فاليو عندي هتبقى 5.99. If the number from the chi square, if the number from the chi square is less than الرقم اللي انا جبته هنا less than the critical point دي يبقى هنا النال هايبوثيسيس اكسبتد بالنسبه لي والاكسبيرمنت دي طلعت بالصدفه. تمام؟ If the number زي عندنا هنا في الاكسبيرمنت the number هنا is much greater than the number we obtained from the chi square اللي هي critical value. If the number is much larger than the critical value from the chi-square, يبقى the null hypothesis will be rejected and our experimental results are accepted. تمام؟ جاب لي برضو هنا في التست اللي فات اللي حليناه كان بيسأل هنا في multiple choice directly كان بيسأل على critical value. لا إله إلا الله. Which of the following critical values should the scientist use for the chi-square analysis of the data? جايب لي هنا طبعا لو انا قال لي احسب طبعا وشوف you will accept or reject the null hypothesis. طبعا ال null hypothesis that all the phenotypes will have equal numbers. المفروض ان انا لو هحسب بقى واكمل ال null square فهقول ال A expected minus observed number square divided by expected. تمام؟ وهجيب التوتال هنا واجمع واشوف بقى أقارن الرقم اللي هيطلع لي هنا بال critical value في التيبل. طب هنا سأل دايركت على critical value أجيبها إزاي؟ How many outcomes؟ 1 2 3 4 outcomes. تمام؟ 4 outcomes يبقى أنا عندي 4 minus 1 equal 3 يبقى critical value بتاعتي equal 7.82. تمام؟ أو هنا ممكن يقول 7.81 مفيش مشكلة. أعتقد خد الموضوع واضح.